الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ومن جديد وحصاد الأهلي. صراحة في الفترة الماضية أصبح الوجه العام في بعض وسائل الإعلام هو تصدير الأزمات للنادي الأهلي. تفتح كل يوم كده وأنت بتتابع الأحداث، بتتفرج، بتقرأ، لازم تلاقي أزمة للنادي الأهلي. وأنت قاعد كده هتلاقي أزمة في موضوع القناة، هتلاقي أزمة في موضوع كذا، وبعدين فجأة تلاقي أزمات بقى الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي كله أزمات. يعني مفيش فرقة في مصر فيها أزمات في الفترة دي إلا فرقة النادي الأهلي وكابتن حسام بدري. محدش عنده مشاكل في كل الأندية إلا النادي الأهلي، سبحان الله، فجأة وفي هذا التوقيت بالذات. طبعا المشوار والمسلسل مع الكابتن حسام البدري هو متواصل، يعني بدايته كانت الموسم الماضي على الرغم من الراجل متصدر الدوري من فتره كبيره، كسب كله منافسينه، وكانت الناس برضه بتنتقد وعندها مشكله مع الكابتن حسام البدري، شكل الكابتن حسام البدري حرقهم قوي لانه بيكسب كله منافسينه ومش متعودين على كده يعني. فنفس الشيء انك تقرا كل يوم، لازم في بعض العناوين وبعض المواقع وبعض الجرايد لازم هتلاقي ازمه في النادي الاهلي. ما فيهاش. والأزمة دي دلوقتي بقى لها كام يوم في الفريق الأول بس، فيبدو إن هي ما مشيتش في بعض الأمور التانية، فركزوا مع فريق الكورة. فتفاجأ إن بعض وسائل الإعلام تتكلم إن لعيبة النادي الأهلي متمردة وكله بقى بيشتكي إنه ما بيلعبش، والراجل كان مسافر أصلاً، يعني هو كان بيسافر في كندا بيزور أسرته، وخاصة اطمئنان على بنته اللي كانت يعني في حالة صعبة ربنا يشفيها ويعافيها. وفي هذا التوقيت كل اللعيبه بقى دلوقتي بمشاكل، وكاننا ولا احنا هنا في قناه النادي الاهلي بنجيب لكم التمرين كل يوم الدنيا ماشيه ازاي فيه، ولا كان في مباريات، وتلاقي قبل ماتش الكاس مشاكل بالجمله في فريق النادي الاهلي. ودلوقتي يعني مثلا هو في كره القدم للناس المتابعه، لان اللي بيكتب لك هو المفروض لحد ما متابع يعني او عنده فكره. فهل فرق الدوري ما فيهاش حد ما بيلعبش وقاعد مثلا احتياطي الا النادي الاهلي بس؟ مفيش غيرهم؟ مفيش غير النادي الاهلي بس اللي ما عندوش غير المشكله دي؟ هل ازمه المشاركه من اللعيبه وتبتدي تتكلم دلوقتي على مين هيمشي في يناير وازمه كذا، ويطلع لك ازمه في كذا ويطلع لك ازمه في كذا، رغم ان مفيش ازمات، يعني الكلام ده ملوش علاقه بالواقع تماما. بس هو دلوقتي وقت تصدير الازمات، وده اللي انا قلته لحضراتكم، ان للاسف كل هيمسك الفتره بتاعه الانتخابات وهتلاقي ازمات بالجمله مش موجوده، ولكن هي يعني بتتصدر مشهد للمشككين بس، عشان بس تبقوا حضراتكم عارفين. المشجع او المتابع الجيد او اللي عارف الدنيا فيها ايه، الكلام ده ما ياثرش فيه ولا حتى بيعيب، بالعكس يقول لك ايه الكلام ده؟ هو ما فيش غير الاهلي. هو بالفعل ما بقاش فيه غير الاهلي في الفتره ديت، الناس عملت على الرغم ان الانتخابات في كل الانديه الثانيه، بس هو النادي الاهلي بس. يعني سبحان الله فرقه، بعض الفرق وفرقه من المنافسين شاريين 19 ولا 18 صفقه، والنادي الاهلي هو اللي عنده مشاكل، سبحان الله. الفرق الثانيه فيها لعيبه برضو ما بتشاركش، وفيها لعيبه متذمره، وده وضع طبيعي، هي دي كره القدم عشان تبقوا فاهمين. يعني لعيب الكوره عايز يلعب، ولكن الجهاز الفني في اي فريق بياخد بطوله هو عنده رينج معين، في 11 يبقوا في الملعب بقناعته هو الشخصيه اللي بيحقق له المطلوب من إدارة المباراة ليه، هو شايف الفرقة التانية إزاي، فهو شايف 11 معينين بس هم اللي هيلعبوا. فده وضع طبيعي، هي دي كرة القدم في كل مكان في العالم. أنت لو جبت لك أتقل فرق العالم هتلاقي مشكلة إن في لعيبة هم 11 بس اللي بيلعبوا. وجبت لك أمثلة قبل كده، خامس رودريجيز مشي من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ عشان ما كانش بيلعب بشكل أساسي، رغم إن في ناس كتير قوي شايفة إن هو موهبة خارق، ولكن هي دي كرة القدم، قناعات مدير فني وقناعات مدير فني تاني. وفي الأول وفي الآخر الناس كانت بتبص إن زين الدين زيدان هو بطل الليجا، ففي الآخر يقول لك زين الدين زيدان هو الصح، ولكن كابتن حسام البدري على الرغم إن هو بطل الدوري وبطل الكاس ووصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن لا، هو اللي عنده أزمات. نخش فيه بقى أخبارنا. ملوك الصلاة في كرة اليد في النادي الأهلي، ملوك الصادات بجد، النهارده حققوا فوزين أكثر من مهم على فريق نادي الزمالك للكبار بنتيجة 23-22
وفي المرتبط ايضا فازوا على فريق الزمالك في يوم واحد، فوزين مهمين جدا 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 لكره اليد بالنادي الاهلي، تعود مره ثانيه لصدارتها، تعود مره ثانيه تؤكد تفوقها على نادي الزمالك. وصراحة إنجاز بيحسب لجهاز كرة اليد في النادي الأهلي سواء في الكبار أو في الشباب، إنه بيتصدر المشهد حتى الآن وبيفوز على فريق الزمالك الصعب بفارق هدف في الكبار وفي الشباب أيضا. أيضا كان فريق كرة بالنادي الأهلي في الناشئين مواليد 2001 كانوا فازوا على نادي الزمالك بهدف محمد مغربي في المباراة اللي كانت يوم الجمعة الماضية أقيمت بالسويس في منافسات بطولة الجمهورية للناشئين. برضو مبروك لفريق الشباب في النادي الأهلي اللي أكد تفوقه، وأدي الهدف اللقاء أمام حضراتكم لفريق 2001، وأدي هدف محمد مغربي اللي موجود. وبعدين إحنا معانا على التليفون الكابتن عاصم حماد رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي، ألف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. مباراة كانت صعبة، فارق هدف، فرقة الزمالك فيها لعيبة على أعلى مستوى على رأسهم أحمد الأحمر، ولكن النادي الأهلي عاد مرة تانية ليؤكد تفوقه. المباراة أصلا سواء فريق الأهلي أو الزمالك الاثنين المنافسين في كرة اليد يعني، وبالتالي مبارياتهم ليها طابع خاص. النهارده المباراة في الدور الأولاني أي نعم هي ما يعني ملهاش أهمية إلا إنها تاخد تلم نقط عشان خاطر تبقى في الدورة المجمعة إن شاء الله أول ست فرق وكده. إنما هي بعد ماتش أفريقيا وكده مناسبة لفريق النادي الأهلي عشان خاطر يقول إن هو فريق النادي الأهلي موجود في المنافسة، إنما بتختلف المنافسات، لسه الموسم طويل ولسه البطولات كلها في الآخر وفيها أصلا معظمها منافسات مع نادي الزمالك. ان شاء الله اتمنى ان الفريق يحقق اللي بتعمله جماهير الاهلي فيه ان شاء الله. طيب كان فريق الشباب ايضا حقق فوز على الزمالك النهارده يا كابتن صح؟ صح، قبليها برضه حقق فوز الشباب الزمالك، وزي ما قلت لك ان هو نظام الدوري ان الدور الاولاني والثاني او المرحله الاولانيه والثانيه عباره عن تجميع نقط بالنسبه لمواليد 2000 ومواليد 98 اللي هم الاثنين المرتبط مع الدرجه الاولى، عشان الست فرق الاولانيين هيتعمل منهم بقى درجه اولى لوحديها، هيتعمل معاهم دورات مجمعه، بس الدخول في الدورات المجمعه بنقط، وبالتالي مهم جدا ان احنا نلم نقط عشان تخش الدورات المجمعه زيك ايكوال زي بقيه الناس. طيب كابتن، ازاي نقدر نستثمر هذا الفوز بالشان المعنوي والشان الفني في فريق كره اليد بالنادي الاهلي سواء في الشباب او في الفريق الاول؟ النادي الاهلي يعني لعيبته كلها محترفه، العادي والطبيعي ان هو ما يخسر بطوله بيبقى عارف ازاي يجيب نفسه ازاي تاني، والبطولات الثانيه عنده بطولات اوقع كتير قبل كده، السنه اللي فاتت هو مقفل بطولات افريقيا كلها مع الدوري في مصر وكده، وبالتالي ما فيش حاجه اصلا يعني بالنسبه للعيبه المحترفين هو يعرفوا ازاي اصلا دي لعيبه اصلا دوليه، وتعرف ازاي تجيب نفسها وتعرف الاولويات، واذا كنت انت خسرت بطوله فالاولويات في البطولات اللي جايه اهم واوقع. واما بالنسبه للشباب فهو بينافس على الدوري دلوقتي بشيت رحمن بمكسبه ده، ويتفوق على الزمالك في الاول بحيث ان الدوري بتاعه الخاص اللي هو ان شاء الله يتمم الدور الثاني بتاعه كله، انما طبعا في فتره توقف حوالي شهرين ويجي لغايه 7/2 عشان خاطر استعداد منتخب مصر لبطوله افريقيا وكده، هي حين المولى ان شاء الله بقى نبتدي الدوري 7/2 سواء للمرحلتين المرتبط او الدرجه الاولى ان شاء الله يكون في حاجه توقع ان شاء الله. كابتن عاصم حماد المدير او رئيس جهاز كره اليد بالنادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا والف مبروك، ونتمنى لك التوفيق في المرحله القادمه. تحليل مهم جدا لاحداث كره اليد النهارده مع النادي الاهلي، ونروح لفريق كره القدم بالنادي الاهلي اللي استكمل تمريناته اليوم، ولكن في موضوع النادي الاهلي كان غاب عنه لعيبته الدوليين بسبب وجودهم مع كل يعني جهاز اتحاد الكوره ورئاسه اتحاد الكوره وايضا الجهاز الفني للمنتخب الاول في السعوديه للتكريم، وكان لابد من التنسيق بشكل افضل من كده ما بين منتخب مصر وما بين النادي الاهلي، خاصه النادي الاهلي عنده
ماتش مهم جدا يوم الخميس، ويعني يجب على الإداري المنتخب اللي موجود وأيضا إداري النادي الأهلي. طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ هو صراحة مواعيده معروفة وراجل دايما بيبقى ملتزم بمواعيده، فكان يجب التواصل بشكل أفضل من كده عشان النادي الأهلي عنده لقاء مهم جدا أمام الإنتاج ويحتاج كل عنصر في عناصر فرقته. خلينا نتكلم إن كابتن حسام البدري النهاردة قبل التمرين كان عامل محاضرة، واحنا معانا عشان نعرف تفاصيل اكتر عن كل امور تمرين اليوم ناقد الرياضي محمد عراقي باليوم السابع. مساء الخير يا محمد. مساء النور يا كابتن محمد، ومساء النور على كل مشاهدين قناة الأهلي. انت كنت موجود في التمرين النهارده، الكابتن حسام البدري ابتدى التمرين بمحاضرة للعيبة الفريق الكرة بالنادي الأهلي. طبعا النهارده التمرين ابتدى فعلا بمحاضرة طوالة الكابتن حسام البدري. طبعا كان المفروض النهارده يحضر اللعيبه الدوليين، يعني يعودوا النهارده للتدريبات وفق الاتفاق اللي كان بين الاهلي وبين منتخب مصر، اداره منتخب مصر، بس طبعا ده ما حصلش. لعيبه المنتخب اتاخروا النهارده وقالوا هم هينضموا بكره، ده طبعا لما سافروا وراحوا عملوا العمره. غريب بس ان كان الموضوع ده ما كانش حاطط فيه تنسيق، يعني ما كان سيد الحفيظ خرج واكد ان الموضوع دوت يعني ما كانش فيه اتفاق مسبق بين الاهلي ومنتخب مصر بالنسبه للعيبه الدوليين، فده طبعا يعني هيؤثر طبعا على استعدادات الاهلي لماتش الانتاج. ماتش الانتاج يوم الخميس، معنى كده اللعيبه الدوليين مش هيتدربوا الا يوم واحد بس، هم هينضموا بكره بس للتمرين. معروف دايما ان التمرين اللي هو بيبقى قبل الماتش ده بيبقى تمرين خفيف، ما بيبقاش تمرين قوي يعني عشان خوفا من تجنب استعراض اللعيبه للاصابه او الاصابه، بس ده اعتقد ان ده هيغير استراتيجيه حسام برضه في التمرين بتاع بكره. طيب النهارده كان ايه جوانب التمرين؟ غير التسخين النهارده طبعا كنا كان في محاضره احمد عادل نظم التمرين، كان هو غاب التمرين امبارح عشان بنبارك له على عادل. احمد عادل الف مبروك لنجم النادي الاهلي وابن النادي الاهلي احمد عادل. طبعا اتفضل. هو انتظم النهارده التمرين النهارده بعد غيابه عن التمرين امبارح. لسه برضه محمد نجيب وكريم نسبه لسه بيواصلوا التاهيل. علي معلول رجع من تونس امبارح وانتظم النهارده في التمرين، بس ما شاركش في التمرين الجماعي، شارك بشكل منفرد مره لوحده في التمرين. اعتقد برضه ان هو هيبقى خارج الحسابات في ماتش الانتاج، ان الجهاز الفني برضه هيبقى حريص عليه ان هو لسه برضه راجع من اصابه، ورجع من اصابه لعب على طول مع تونس مع منتخب ليبيا، وحتى شارك 70 دقيقه ما شاركش ماتش كامل برضه. هو شارك 70 دقيقه، بس شارك 70 دقيقه برضه 70 دقيقه وقت طويل، فبرضه ما اعتقدش ان الكابتن حسام هيجازف علي معلول برضه في ماتش الانتاج، خوفا برضه ان هو يتعرض يعني برضه لانتكاسه ولا حاجه لا قدر الله. اعتقد ان هو برضه يعني لو يعني يا اما هيبقى بره الاسبوع خالص يا اما هيبقى قاعد على الدكه، ما اعتقدش ان هو هيبتدي المباراه يعني. كان فيها اهتمام برضه بالكرات الثابته كالعاده، كابتن حسام بدري الكرات الثابته سواء على مستوى الدفاع او مستوى الهجوم. برضه كان في يعني المحاضره اتطرحت برضه الفيديو بتاع الانتاج الحربي، تم اختصاص فريق الانتاج الحربي. هو طبعا الانتاج الحربي السنه دي بيقدم يعني مستوى متميز في بطوله الدوري العام. ده حقيقي. يعني تقريبا من افضل الفرق في الدوري، يمكن بس هو اللي كان هذه مفاجاه قدام الاسيوطي، فده برضه هتخلي لعيبته يعني عندهم برضه متحفزين شويه ان هم لو خسرانين. خسرانين بقى اخر ماتش امام الاسيوطي، وبعدين معاهم مدير فني كفء كابتن مختار دايما بيأدي مباريات كويسه يعني. فعلا صح كلامك مظبوط، فعلا كابتن مختار دايما بيظهر بشكل كويس كده قدام الاهلي، وطبعا الهزيمه الاخيره دي اعتقد هتخلي اللعيبه عندها حافز كبير جدا جدا ان هم يعني يظهروا بشكل كويس قدام الاهلي، خصوصا الاهلي برضه يعني مش بكامل قوته برضه خصوصا على مستوى الدفاع، عنده اصابات كتير، نجيب ورامي ربيعه وبرضه عدم كتابيه اللعيبه. طب انا عايز اسالك استاذ محمد، عايز اسالك حسام عاشور وصالح جمعه، هل شاركوا النهارده في التمرين بشكل كويس؟ لا شاركوا. يعني طالع حتى كابتن سيد قال ان هو يعني جاهز ما عندوش مشاكل، ان هو ان شاء الله ممكن يبقى جاهز. طبعا صالح وحسام بقى لهم فتره كبيره ما بيشاركوش مع الاهلي بشكل اساسي بسبب الاصابه، بس اعتقد ان هم خلاص تقريبا بعد الماتش الاخير وهم اتفقوا في التدريبات بشكل جماعي بشكل كويس، اعتقد ان هم يعني على المستوى الطبي جاهزين تماما، بس على المستوى الفني اعتقد برضه يعني هيبقى فيه برضه تحفظ شويه برضه بيتدافع بيهم بشكل اساسي، ممكن بس يعني حسام عاشور ياخد جزء اكبر لان هو تعافى قبل صالح جمعه، بس صالح جمعه اعتقد برضه ان هيبقى ليه دور كبير في ماتش الانتاج. طيب اكرم شارك النهارده في التمرين، تعافى من اصابته؟ شارك في جزء، شارك في جزء، بس هو لسه برضه ما تعافاش بشكل كامل يعني. لسه ما تعافاش بشكل جامد. ومحمد نجيب برضه لسه الى حد ما برضه بعيد. نجيب ومحمد نجيب وكريم نزل برضه كانوا بيوصلوا التاهيل لسه برضه، يعني هو كده كده هم خارج ماتش الانتاج، فما كانش في استعجال ان هم يخشوا التمرين الجماعي، فهم بقى ان شاء الله ممكن نجيب وكريم يعني
من بعد ماتش الانتاج على طول التمرين اللي بعديه ممكن يخشوا على طول بقى في التمرينات الجماعيه بتاعت الماتشات الجايه. ناقدنا الرياضي محمد عراقي الناقد الرياضي باليوم السابع بشكرك شكرا جزيلا. صراحه في رد فعل جميل من كابتن هاني بوريدا بيعتذر عن تاخر اللعيبه الدوليين لمنتخب مصر وطلع قال ان الموضوع كان خارج عن ايديهم وان هيتم تدارك هذا الامر وقال لم نقصد ان تتاخر بعثه المنتخب في العوده لمصر وكان المحدد ان يعود المنتخب مصر صباح اليوم الثلاثاء. يعني لما يطلع برضه رئيس منظومه اتحاد الكوره اللي بنهنيه على التأهل لكأس العالم واحد من أهم العوامل اللي كانت في الدعم لمنتخب مصر ده برضو شيء مقبول وأكيد النادي الأهلي قال لك وأشكر أهلي الزمالك على دعمهم لمنتخب مصر. دي حاجة من الحاجات اللي كانت جميلة ومبادرة من كابتن هاني بوريدا بتخفف الأمور إلى حد ما لأن كابتن حسام البدري له حقه لأن عنده مباراة أمام الإنتاج وبيحتاج كل عنصر من عناصر الفريق أصبح جدول النادي الأهلي في الفترة الماضية هيبقى أو القادمة هيبقى يعني متخم للغاية كل أربع ماتشات في مباراة ولكن النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت برضو ما شاء الله عنده عمق في القائمة يحل كابتن حسام البدري أي مشكلة عنه ودي حاجة من الحاجات ولكن هو حقه إن هو يحتفظ بكل النجوم وأنت عندك برضو اللعيبة الدوليين من أفضل العناصر الموجودة مش بس في على مستوى الكرة المصرية ولكن على مستوى الكرة الأفريقية وحالة الالتزام وحالة التنسيق يجب أن تكون على شكل أفضل من ذلك خاصة إن احنا برضو بنتكلم على فريق وصل لكأس عالم فمن المتوقع أن يكون في تنسيق أفضل من ذلك ولكن إن شاء الله تمر الأمور بشكل جيد. عندنا كلام كتير وعندنا كلام مهم جدا ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد نادي الأهلي حديث. Dispiace perché per il movimento, dispiace perché abbiamo fallito un qualcosa che anche a livello sociale poteva essere veramente importante e di conseguenza niente. Questo è l'unico rammarico che ho e non certo quello di finire perché alla fine il tempo passa, è tiranno ed è giusto che sia così. Mi dispiace che l'ultima partita, diciamo ufficiale, sia coincisa con una non qualifica. يعني الصراحة كل آلام إيطاليا وكل من حزن على إيطاليا وعدم تأهلها للمونديال يتلخص في هذا المشهد، مشهد جونلويجي بوفون أسطورة الكرة الإيطالية في حراسة المرمى. جونلويجي بوفون حارس من اللعيبة اللي الكل يعشقه في ايطاليا وحتى خارج ايطاليا حارس ايطالي يعشقه الجميع على مستوى العالم كله وانك تشوف بوفون وهو بهذه الحاله واحد من اللعيبه اللي صنع التاريخ ليها صنع مجد لنفسه سواء مع اليوفي او مع المنتخب الايطالي حصل على كاس العالم في 2006 وحتى المذيع في قناه الرايونو في ايطاليا وهو بيجري معاه هذا الحوار قال له يعني انت انهيت تاريخك بشكل جيد وعندك ذخيره جيده من الذكريات الجميله للمنتخب الايطالي لم يعني هو كقائد وكابتن للمنتخب الايطالي لم ينتقد على الرغم ان خلاص يعني مسيرته الدوليه انتهت وهو اعلن انه بعد المونديال في حاله تاهل ايطاليا للمونديال سيعتزل بعد المونديال وان في حالة عدم التأهل هيكون خلاص كده مشواره في كرة القدم انتهى مع المنتخب الأزوري منتخب إيطاليا فلم ينتقد المدير الفني فنتورا لم ينتقد أي أعضاء الاتحاد الإيطالي اللي كانوا سبب رئيسي في عدم تأهل إيطاليا وتحدث بشكل لائق حتى عن زمايله في المنتخب الإيطالي. خلينا نتكلم أن
إيطاليا بالنسبة للمتابعين للكرة الإيطالية بشكل جيد مش صدمة ومش مفاجأة عدم دخولها للمونديال. والكالتشي بولي اللي كان موجود في الاتحاد الإيطالي وفي الكرة الإيطالية في 2006 على الرغم أنهم فازوا بكأس العالم، ولكن أنا هدي لك مقارنة صغيرة جدا. بص، منتخب إيطاليا في 2006 الحائز لكأس العالم كان فيه في تشكيلته في حراسة المرمى بوفون، أمامه كان نافارو، أليساندرو، نيستا، ناحية اليمين زامبروتا، يعني ناحية الشمال جروسو. بصوا قيمة زامبروتا نادي الميلان، كان نافارو ونيستا اثنين من أفضل المدافعين في تاريخ الكرة. مالديني كان اعتزل، واحد أسطورة الدفاع الإيطالية، لكن بص التقل في خط الدفاع. خط الوسط أندريا بيرلو، فرانشيسكو توتي، بصوا المواهب وبصوا الفوارق اللي بتصنع لك فارق، كل واحد من دول فرقة لوحده. وعندك كامورينيزي نادي اليوفي، وعندك في أليساندرو ديل بييرو، عندك نجوم يعني تكسر الدنيا تصنع فارق. ففي هذا التوقيت انت دلوقتي لما تلاقي إيموبيلي هو في خط الهجوم لمنتخب إيطاليا، وماركو بارولو، وتلاقي كاندريفا، وكاندريفا عنده كام سنة، وبعدين خط المسنين بقى في الدفاع، عندك بارزالي عنده كام سنة، وكليني عنده كام سنة، الاثنين ما بقوش قادرين يجروا، يعني حتى مع اليوفي هم صغارات في فريق، في فريق اليوفي خلاص كبروا، سن انتهى، وطريقة وتكتيك الكرة الإيطالية لم يتحدث من 2006. وكرة القدم بتتغير، العالم كله تغير، ألمانيا غيرت من جلدها بعد إخفاق، إسبانيا شكلت نفسها وعملت فريق كبير، وبعدين يعني فريق السويد، حتى قلتها لحضراتكم في حصاد يوم الخميس، قلت فريق السويد هو الأقرب للتأهل، وده ما كانش تنجيم، ولكن المتابع لفرقة السويد اللي مع المدير الفني يان أندرسون، فرقة طالعة فيها نجوم جداد، طريقة لعب جديدة، مع فريق خلاص بينهار، وهو واحد زي كليني، ثغرة من ثغرات المنتخب الإيطالي، طبعا الكل بانوتشي وبوفون، يعني حتى كان في فيديو وحاجة ظهرت للاعب ديتشيليو، واحد من لاعبي الارتكاز فنتورا، وهو خسران وخلاص يعني إيطاليا هتطلع بره المونديال، راح يقول له انزل، فهو انفعل على المدرب المساعد بيقول له انا لاعب دفاعي، في انسيني راجل مهاجم كان بيقيم يعني بيسخن، هو اهو ادي حضراتكم، ادي ديتشيليو وادي المدرب المساعد رايح له، وهو بيقول له يعني احنا خسرانين ولازم تنزل، بيقول له في انسيني اهو، انسيني القصير اخر واحد على يمين الشاشه، ده لعيب يصنع فارق، نجم نادي نابولي، لعيب كوره، لعيب حريف، عنده مهاره، ولكن مستبعد، وادي ديتشيليو هنا بقى بروح ان هو قائد للمنتخب الايطالي بعد اللاعب جانلويجي بوفون، بينفعل على المدير الفني وينفعل على المدرب، وده ما بيحصلش على فكره في الكره الاوروبيه، ولكن بيقول له نزل راس حربه، احنا لازم نكسب، وهنا بيوري لك الفكر رايح فين، ان المنتخب بيطلع بره المونديال ولازم يكسب، ورايح الراجل يغير لاعب خط وسط ارتكاز دفاعي، يعني ديتشيليو بره هكلم لك كده طبعا، عامل زي نفس مركز حسام عاشور، وانت محتاج تكسب، فبدل ما بتنزل راس حربه، لا انت بتنزل لاعب خط وسط يعني ارتكاز دفاعي، ده بيبين لك الفكر الايطالي اللي خلى ايطاليا تبقى بره المونديال. زلزال كبير جدا لازم الاتحاد الايطالي، واول حاجه طبعا اقاله فنتورا، واستقدام اعتقد ان في انشيلوتي وفي مدير فني لنابولي هو ساري، واحد بيلعب كره قدم جميله، واحد غير من نفسه، وعشان كده فريق نابولي رغم ان هو ما بيصرفش كتير جدا على شراء النجوم، وباع اجوايين وباع نجوم كبار جدا، ومن قبلهم كافاني، ومن قبلهم نجوم كبار، ولكن فرقه نابولي متصدره المشهد في الدوري الايطالي لانها بتلعب كره قدم مختلفه مع مدير فني ذو فكر مختلف. ايطاليا عليها ان تغير الفلسفه الدفاعيه وتروح للكرة الهجومية إذا كانت عايزة تكمل في الكرة العالمية في الرياضة. نروح لخبر آخر للكرة الإسبانية، المقابل المادي ومبابي وراء رفض كريستيانو رونالدو لتمديد عقده في ريال مدريد. الكل يتحدث على في حوار في برنامج اسمه الشيرينغويتو في إسبانيا،
كان عمل لقاء مع كريستيانو رونالدو وكان صرح ان هو مش سعيد في ريال مدريد ولا يرغب في التجديد، وان في كلام على استخدام مبابي وهو مش سعيد بهذا الكلام. ايضا في حوار اجرى ان برضو نيمار على اعتاب الانضمام لريال مدريد الصيف المقبل، وصفقه قد تصل الى 470 مليون يورو. شوفوا الارقام بقت فين، احنا كنا بنتكلم على 100 مليون يورو دي حاجه غاليه جدا، دلوقتي وصلت ل 470 مليون يورو، وده بسبب باريس سان جيرمان. فبوظوا السوق يعني. فكل هذه الامور دفعت الحوار اللي اجراه مع او اجري مع كريستيانو رونالدو، اللي كان لمح في بعض التقارير الاخرى ان في معانا ان من الممكن ان كريستيانو رونالدو يذهب الى مانشستر يونايتد. احنا معنا على الهاتف الناقد الرياضي احمد غنيم. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء النور ومساء الخير على جميع الساده المشاهدين. كنت بتحدث على حوار كريستيانو رونالدو في التلفزيون الاسباني اللي لمح فيه عن الرحيل عن ريال مدريد. هو في الحقيقه كان احد القنوات الاسبانيه من مصادرها اتكلمت وقالت ان كريستيانو رونالدو ابلغ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد انه الموسم ده اخر لي مع النادي الملكي، لان العرض الجديد اللي قدموه له بخصوص تمديد العقد ما كانش مناسب بالنسبه ليه خالص، وشاف ان ده اهانه ليه، يعني هو شاف ان العرض ده بالنسبه له اهانه ليه، ومن ثم هو بالنسبه له بحسب القناه الاسبانيه ان هو ده هيبقى اخر موسم ليه. دي نقطة، النقطة الثانية جزئية التفاوض مع لاعبين شباب أمثال كيليان مبابي، عشان زي ما بيقولوا مثلا في إدارة النادي الملكي تجديد الدماء الفريق، رونالدو شايف إن ده إهانة ليه وإهانة اللي تقدمه مع ريال مدريد. إحنا عارفين طبعا إن عقد كريستيانو رونالدو اتجدد السنة اللي فاتت لغاية 2021 في شرط جزائي مليار يورو، ولكن في الأول وفي الآخر انا ما اعتقدش ان رونالدو هيمشي، اعتقد هيبقى مكمل على الاقل موسمين كمان على الاقل، لانه رونالدو من نوعيه اللاعبين اللي طموحه لا يتوقف على الاطلاق نهائيا خالص. ده وجهه نظري في الموضوع. طب هل ممكن ان هو يروح لمانشستر يونايتد؟ اعتقد هيبقى صعب، رونالدو دلوقتي داخل على 33 سنه خلاص، هيبقى صعب، الموضوع هيبقى صعب جدا، الشرط الجزائي بتاعه مليار يورو. فما فيش نادي في العالم، احنا شفنا في الميركاتو الصيف اللي فات يعني نادي باريس سان جيرمان مثلا دفع 222 في نيمار و180 مليون يورو في امبابي، ولكن الشرط الجزائي بتاع رونالدو هيبقى صعب، بلس اعتقد ما فيش مفاوضات بينه وبين جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، اذا استمر طبعا مورينيو كمل الموسم الجاي مانشستر يونايتد. دي صراحه وجهه نظر تحترم. طب انا عايز اتحدث ان الدنمارك بتكمل حتى الآن باقي المنتخبات في التأهل لكأس العالم، فوز كبير على أيرلندا في دبلن في عاصمة أيرلندا 5-2، ويبدو أن اسكندنافيا بعد تأهل السويد بالأمس وتأهل الدنمارك اليوم، إريكسن نجم توتنهام الإنجليزي صانع الألعاب يحرز هاتريك، وكريستيانسن كان ابتدى التهديف على الرغم من أن أيرلندا هي اللي ابتدت في الدقيقة 6، ثم بنتنر اللاعب الشهير اللي كان بيلعب في الأرسنال أحرز هدف في الدقيقة 90 من ضربة جزاء، يعني تأهل قاسي من منتخب الدنمارك على أيرلندا. في وجهه نظري ده تاهل مستحق، نتابع ماتش الذهاب الدنمارك كانت مسيطره تماما على المباراه، كان عندها بدلات كبير جدا، ايرلندا يعني كان لعبت باسلوب دفاعي بحت جدا، مدرب مارتن اونين لعب باسلوب دفاعي، حاول النهارده انه يبدا يفتح شويه في اللعب وكده، جاب جول في بدري جدا، ولكن الدنمارك عندها لعيب خطير جدا اسمه كريستيان إريكسن، اللاعب ده بيتطور من موسم لاخر، موريسي بوكيتينو مدرب توتنهام صراحه خلى اللاعب ده لاعب متطور جدا، حتى ان في كلام ان برشلونه فكر فيه في بعض الاوقات انه ممكن يجيبه مكان لو فشل محاولاته المستمره في ضم فليب كوتينيو. الدنمارك اصبحت المنتخب رقم 30 للاهل لكاس العالم، ناقص كده مقعدين من مواجهتي استراليا والمواجهه الملحق البيرو. هو استراليا هتلعب الهندوراس ونيوزيلندا هتلعب بيرو، وكده في 30 منتخب اكملهم المنتخب الدنماركي. كده بالظبط مقعدين ان شاء الله، وكده يبقى 32 منتخب باذن الله. على فكره في ظاهره برضو باستثناء منتخب البرتغال
اللي فاز ببطولة اليورو الأخيرة. كل الدول اللي خدت كأس الأمم عندها لم تتأهل، يعني عندنا مثلا الكاميرون لم تتأهل إلى هذا المونديال، وأيضا تشيلي لم تتأهل، وأمريكا. ده حقيقي فعلا، ولكن هي دي كرة القدم، احنا في نجوم كبيرة جدا مش تبقى موجودة في المونديال القادم على رأسهم، وللأسف الشديد هيبقى جاي ويجي بوفون امبارح، ودي عطى مؤثر جدا. وكنت شايف ان اللي حصل ده، يعني اتمنى ان المسؤولين عن الكرة الإيطالية، انا شايف ان الاتحاد الإيطالي كله يستقيل بفنتورا، يعني ليس فنتورا فقط هو من يتحمل المسؤولية الكارثة اللي حصلت امبارح او الامبارح، انا شايف ان الاتحاد الإيطالي كله لازم يستقيل، لان رئيس الاتحاد الايطالي جاب مدرب اقل من المستوى، لانه مش عايز يدفع فلوس كتير انه يجيب مدرب على مستوى الكره الايطاليه زي كارلو انشيلوتي، او كان يحاول يستميت الابقاء على انطونيو كونتي. فانا شايف ان اللي حصل مثلا لمنتخب ايطاليا ده، يعني ممكن يكون فعل خير ليهم في المستقبل، لازم كانت تحصل هذه الهزله العنيفه، لان بالظبط لازم 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 يبقى لهم صدمه. وبعدين برضو ايطاليا في موضوع تطوير النجوم او المواهب، انت دلوقتي ما عندكش مواهب في ايطاليا زي الحقب اللي من قبل، يعني دلوقتي لما بنتكلم من يصنع الفارق في منتخب ايطاليا لا يوجد احد، يعني حتى انسيني ما هواش ديل بيرو ولا توتي. ده حقيقي فعلا. ولو شفنا مثلا فريق يوفنتوس اللاعبين المؤثرين فيه كلهم أجانب، فهم برضو يجب أن يفكروا في موضوع التطوير. طب ختاما عايز أسألك، مواجهة هندوراس وأستراليا، طبعا أستراليا من الفرق القوية في الشأن الأسيوي، ولكن هندوراس ممكن تعمل مفاجأة، شايف المواجهة دي هتبقى إزاي؟ أنا في وجهة نظري المواجهة هتكون صعبة جدا، أعتقد بكرة نكون على موعد مع مباراة مش تبقى سهلة على أستراليا، صحيح إن أستراليا تعدت في الذهاب 0-0 قدام هندوراس خارج أرضها. انا في وجهه نظري ان استراليا مش المنتخب المرعب، بدليل انه احتل المركز الثالث في التصفيات. نعم والله، وسوريا كانت والله كان ممكن تعمل حاجه، يعني انا يعني كان شايف ان كانت فرصه ذهبيه لسوريا. نعم للاسف الشديد كان حظها. ونفس الشيء، هل البيرو اقوى من نيوزيلندا في المواجهه القادمه ايضا؟ على الورق يفترض ان البيرو اقوى من نيوزيلندا، ده على الورق طبعا، نيوزيلندا جايه من منطقه اوكيانوسيا او منطقه ضعيفه جدا في كره القدم، وبيرو جايه من امريكا الجنوبيه، ولكن كل شيء وارد في كل شيء وارد. اقرب طبعا هو بيرو، اقرب طبعا. يعني ناقدنا الرياضي الجميل احمد غنيم، نشكرك شكرا جزيلا، يعني اتكلمنا على كل الامور الخاصه بتصفيات كاس العالم، وايضا مواضيع كريستيانو رونالدو، وممكن ان يجد جديد، كل الامور لن تحسم قبل الصيف المقبل. ده كان اخر خبر معايا النهارده، حتى القاكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.